يدوا الخضره يدوا الفواكه من ولايه من ولايه الوادي. كل شيء ممكن بالاراده وخاصه اراده الشباب. اما من حيث الدوله فباعتراف اهل المنطقه وفي ولايه الوادي واماكن اخرى انا نقول ان الدوله قدمت الكثير باش الفلاحه تنجح في الجزائر. قدمت الكثير باش الفلاحه توصل الى هذا المستوى اللي وصلت له. نقول لكم ان من 2000 الى غايه هنا لغايه اليوم تقريبا 3000 مليار دينار صرفت من اجل الفلاحه في تدعيم الفلاحه وفي انجاز المشاريع والعمليات التي تهيكل الفلاحه، اقصد بذلك المسالك الريفيه، المسالك الفلاحيه، الكهرباء الريفيه، كثير التجهيزات الخاصه بالري اللي كلها ساعدت الفلاحين في نشاطهم اليومي. الدعم المباشر الذي قدم للفلاح جعل الفلاحه تصل الى هذا المستوى من الانتاج اللي خلانا اليوم تقريبا الفلاحه تلبي كل حاجيات او كل ما يتطلبه المواطن او الساكنه من منتوجات الخضر والفواكه وكذلك اللحوم سواء كانت لحوم بيضاء او لحوم حمراء. سعيد مرة أخرى أيها الإخوة أن أكون معكم ونحن نحتفل بالعيد 64 للاندلاع الثورة التحريرية، أن أكون بينكم والشعب الجزائري كله يتأهب للاحتفال بهذا اليوم لأنه محطة في تاريخنا هذا الأول نوفمبر اللي يعتبر كذلك مثال يضرب به في التضحية، يضرب فيه في الجهاد في كامل في العالم كله. فهنيئا لأبناء بلدية بورماس لما يقومون به من مجهودات في مشاركتهم في بناء اقتصادنا. هنيئا لكل سكان ولاية الواد بهذا العيد المبارك علينا. شكرا لكل الذين كانوا وراء إنجاح وراء دعم الفلاحين في ولاية الواد، وأقصد بذلك السلطات الولائية وكل الذين يعملون من أجل أن نجعل من الفلاحة بديل في اقتصادنا الوطني. شكرا لكم مرة أخرى على الاستقبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.